كيفاش كتشوف الماتش ديال الاهلي الماتش الفينال الي ديال لا ليغ دي شامبيون كونتر الاهلي المصري؟ واه سم الرحيم مقابله ديال الاهلي ما غتكونش مقابله اللي بالسهل بحكم اننا لعبنا معاهم في مقابله ديال الجروباس. واحد الفريق اللي تيلعب واحد الكره في مستوى عالي, عنده لاعبين اللي تيلعبوا في نيفو مزيان. الحمد لله لعبنا معاهم وعرفنا نقاط الضعف ديالهم ونقاط القوه. يعني هذا ما غيعطينا الا واحد الدفعه ان شاء الله, ونخدموا ونشاهدوا في هاد الثلاث ايام اللي بقات لنا ان شاء الله قبل الماتش, ونمشيو نحاولوا اننا نجيبوا واحد النتيجه اللي ترضينا وترضي الجمهور ديالنا, باش في المقابله ديال العوده ان شاء الله ندخلوا بواحد الارتياح في المقابله ديال الايام ان شاء الله في كازا. سي النجم, يعني هذا الماتش هذا لان الماتش صعب بزاف, علاش يمكن يتلعبوا؟ علاش الجزئيات اللي يمكن يتلعبوا الماتش؟ واش نقول لك كما تعرف الجميع فينالات تيتربحوا وما تيتلعبوش, بحال هذا الماتش تقدر تربحوا وما تلعبوش. يعني تنتمنوا ان شاء الله نكونوا في نهارنا ونحاولوا اننا نزيد نقدموا واحد المردود اللي يكون احسن من المقابله ديال الجزائر ان شاء الله, اللي يرضينا ويرضي الشعب المغربي اللي متعطش لهذ الكاس ان شاء الله, ولماذا نهدوا الجماهير الوداديه اللي متعطشه ان شاء الله هذا العام لهذا اللقب هذا, ونمشيو ان شاء الله نلعبوا كاس العالم الانديه اللي بغى الله ان شاء الله. والجمهور يعني ما تتخسروش الجمهور, لان يمكن كان تنظروا واحد 70000 ولا 60000 متفرج, واش هذا الضغط الجماهيري اللاعبين الجدد ما تيخشاوش؟ يعني بطبيعه الحال يعني اي فريق تيكون مدخل في الملعب ديالو تيكون عنده جمهور ديالو وتيكون عنده الطقوس ديالو باش يلعب باش يربح باش يخلق بزاف ديال الحوايج. ولكن خدينا التجربه من العام اللي داز كونتر الزمالك, اننا فاش خسرنا باربعه يعني خدينا واحد التجربه فيها واستفدنا بزاف. ولكن ما قلت لك دابا غنمشيو ان شاء الله اننا نحاولوا اننا ما نتلقاوش اهداف في هذه المقابله ديال الذهاب ان شاء الله, ليه باش المقابله ديال الاياب تكون بواحد الارتياح ومع المسانده الجماهيريه الوداديه ولا ديال المغربيه ان شاء الله, نكونوا في نهارنا وفي المستوى اللي بغى الشعب المغربي ان شاء الله, ونهريو لهم هذا اللقب.